وللحديث أكثر حول هذه الزيارة معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب بدر الدوسري، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، وهل حدثتنا عن تفاصيل زيارتكم كوفد مجلس النواب لجمهورية مصر العربية الشقيقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كان ختام زيارة الوفد النيابي إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، وشهد اليوم زيارة إلى جامعة عين شمس، حيث أكد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المصرية أن الرؤية الملكية السامية الثاقبة والحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ظل المسيرة التنموية الشاملة تشكل مرحلة نهضة عصرية متطورة في المنطقة ولحاضر ومستقبل مملكة البحرين. وهنأ الأستاذ الدكتور محمود المتيني كذلك مملكة البحرين على إطلاق أول قمر صناعي ضوء واحد، ومؤكدا دعم الجامعة لتعزيز التعاون في علوم الفضاء والبحث العلمي مع جامعات مملكة البحرين والتعليم العالي. كما تم كذلك عقد لقاء رسمي مع البرلمان العربي برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي رئيس البرلمان العربي السيد عادل العسومي. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، ودعم التواصل والتنسيق لتوحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي. وأخيرا لا يخفى عليكم، فقد أشاد الجانبين بجهود مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك على كافة المستويات ومختلف المجالات، وبما يعود بالخير والنفع على دول وشعوب المنطقة، وكذلك جهود سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع فريق البحرين في تحقيق وتنفيذ رؤى وتطلعات التوجيهات الملكية السامية في ظل المسيرة التنموية الشاملة. كما تم استعراض المشاريع والبرامج المشتركة للمرحلة المقبلة على المستوى البرلماني والأمانة العامة ودعم العمل البرلماني العربي. وتأتي هذه الزيارة ضمن سبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات في ظل المسيرة التنموية المباركة لخدمة مملكة البحرين إن شاء الله. نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل التي تضمنتها الزيارة. سعادة النائب بدر الدوسري، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس من القاهرة، شكرا جزيلا لك.